وتولي بخانو كانت نجمة بكل معنى الكلمة، كل العيون كانت عليها، العارضات تخبت بعد ما هي طلعت، وبعدين لما خلص العرض كان إلها طلعة مميزة. لو شفتوا كيف مشيت من أول المنصة بكل هدوء ورواق، صارت تسلم على الكل براسها وهي عم تبتسم. كانت لابسة الفستان اللي صلحت لها إياه لما انكبت عليه القهوة. فجأة كل الصالة قامت ووقفت على رجليها، وقامت القيامة بالصالة، تصفيق والفلاشات والأضوية والأصوات وال يعني على ساعة شغل حطت لك مبلغ مقبول بجيبتك. منيح. أنا أصلاً رح رجع لها إياهم، بعدين أنا ما رحت لهونيك مشان المصاري. إيه دخيلك رجع المصاري بسرعة لأنه بيلزموها كتير. يولا بابا، شو رأيك حط لك شوية حلو؟ جوري تعي معي على المطبخ وخدي لها صحن للخانو. كنت عم ودي صحن حلو، ما قدرت اتصل فيك اليوم لانه خلص رصيدي. تعا دقيقتين. ودقيقتين صاروا بكفوا؟ اهلين جوري، عن جد رحتي على عرض ازياء؟ اها، هلا بتحكي لك. لك حبيبتي جوري لا تزعلي من اخي، هو اليوم اتخانق مع ابي شان اللي عمله امبارح. لا مو هيك، بس لأنه أخي طلع صارف كل قسط البيت، وأبي عصب وما ترك كرسي وما كسره على ظهره. قديش كانوا المصاري؟ ما بعرف جوري، بس كأنه كتير. يا العطر، يا دفعن للحفلة. كيف؟ جيهان أعطيهم هدول لأبوكي، كنت مدينة من أخوكي، بس بتعرفي ما رح يقبل ياخدهم. أصحك تقولي شي لأخوكي، أعطيهن لأبوكي بأي طريقة. بس لحظة جوري استني.